الأول من شهر 7 بداوا يعدلوا ملي بروتوكول ثاني مكمل لذي المرحلة اللي فيه كيفتاش كل حد يوقي عن العدوى وكيفتاش يحصن نفسه يا غير مولي كيفتاش يعدل حجر منزلي إلى آخره. هاي الوثائق موجودة، هاي الوثائق وعمت على الجهات كاملة يا غير مولي كل مرحلة امتازت مرحلة تحسيس من خلال مطويات من خلال محاضرات من خلال جولات إلى آخر ذلك. بخلاصة نحن ضرك حالا فضعية لله الحمد يامس راكم تابعين الكادر اللي يطلع يوميا وزارة الصحة من خلال المكلف بالأوبئة والجوائح في الوزارة اللي هو الدكتور هيدد، وعاقب كل 24 ساعة يطالع على الواقع والوضع في المخيمات، الحالات الإصابة، حالات الشفاء، حالات اللي مازالت مواصلة تحت الرعاية. ولله الحمد يامس ما عندنا أي حالة، هذا ما يقلع عنها هذه وضعية مرة تطلع كيف العالم كامل ومرة تقض يا غير بعد حامدين الله حالا الوضعية مستقرة عقب ذوك الأسبوعين اللي كان تقريبا قلة استقرار وتأثر في الولايات كاملة والوضعية وبائية يوميا خالق رصد لها على مستوى المركزية من خلال ثلاث عناصر، واحدة الإحصاء الصحي اللي متابع يوميا، الثانية هذه المجموعة الأطباء من خلال اللجنة ومدارة اللجنة، والثالثة الإدارة المختصة في الكوفيد اللي تحت وصاية الدكتور هذا القسم اللي هو قسم الأوبئة والجوارح.